السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وفي تمام الصحه والعافيه. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم وصفات ويوميات حفصه. اليوم غادي نحضر معكم كيك يومي غير بيضه واحده، كيجي منفوخ ورائع مع واحد المكون كنضيفو في الاخير هو اللي كيخليه منفوخ وخفيف. ندوزو المقادير. عندي هنا بيضه واحده بحراره المطبخ، عندي كاس ديال سكر سنيده، عندي كاس لاروب ديال زيت المائده، عندي كاس الحليب تقدروا تعوضوه بكاس الليمون، كاس ياغورت ياغورت بذوق الفاني ولا اي ياغورت بغيتو. عندي هنايا نصف كاس ديال النشا، عندي فانيا، عندي هنايا واحد الفلون صغير باي مذاق بغيتو، انا درته هنا بذوق الفاني، وعندي هنا جوج خمارات، وعندي قبصه ملح. غادي دابا ندوزو لطريقه التحضير. غادي نضيفو واحد البيضه في واحد الاناء، صافي. غادي نضيفو معها قبصه ملح لتصحيح الذوق، وغنضيفو داك الكاس ديال سكر سنيده، وغادي نضيفو واحد الساشي ديال الفاني، صافي. وغنخلطو هاد المقادير حتى كتجلس ديك البيضة مع السكر سنيدة وكيبيض الخليط، صافي. هنا بعد ما بيض الخليط كنضيفو داك الكأس لاروب ديال زيت المائدة وكنخلط. كذلك كنضيف داك الكاس ديال الحليب اولا كاس ماء او كاس ليمون اللي بغيتو. صافي، من بعد ما ضفت الحليب والزيت غادي نضيف دابا داك الساشي ديال الفلان الفاني. هاد الساشي ديال الفلان كيعطي واحد النكهه وكذلك كيعطي واحد اللون رائع، تقدروا ديروه بذوق الكراميل، تقدروا ديروه بذوق الموز، وكذلك الا درتوها بالشوكولات اولا بودره الكاكاو تقدروا ديروا فلون ديال الشوكولات. صافي، كنضيف هذاك الساشي ديال الفلون، هو اللون ديالو هكا اصفر، كيجي صراحه كيجي واحد اللون زوين في هذه الكيكه. هنا غنبقى نضيف النواشف. غادي نضيف داك نصف كاس ديال النشا. الدور ديال النشا في هذه الكيكه كيجيبو الصراحه كيجيبها خفيفه وهشيشه وكتذوب في الفم. صافي، غادي نخلطها مزيان حتى كتجانس. من بعد كنضيف الكاس الاول من الدقيق الفص او الدقيق الابيض او الدقيق الخاص بالحلويات، كنضيف الكاس الاول وكنضيف دوك جوج خمارات. بسم الله، كنضيف الخماره الاولى، انا طحين عندي انا مغربل، كنضيف الخماره الثانيه وكنخلط حتى كيتجانسوا هاد الكاس الاول. صافي، بعد ما تجانس الكاس الاول كنضيف الكاس الثاني. كنحتاج لهاد الكيك جوج كؤوس ديال الدقيق الابيض، واخا يبان لكم راه الخليط ثقال باقي غادي نضيفوا عليه واحد المكون اللي غادي يخلي هاد الكيكه مطلوقه وكذلك غادي يخليها رطبه وهشيشه. المهم غادي نخدم مزيان هاد الكيك، غندخل منه كمية كبيرة ديال الهواء كيف قلت لكم باش كينجح معكم الكيك. انتما كيف كيبان لكم راه الخليط ديال الكيك ثقال، ولكن ما عليش. دابا غنضيف واحد المكون سحري او المكون الرئيسي اللي كيخلي هاد الكيك هكاك خفيف. المكون الرئيسي هو ربع كاس من الماء المغلي يكون طايب، كنضيفوه هو الاخير وكنعاودو نخلطو هاد المكونات. من طبيعة الحال في هاد الأثناء البنات تكونو شاعلي الفران، خص الفران يكون سخون. شفتو الخليط كيفاش تطلق؟ هاد ربع كأس من الماء المغلي هو اللي كيخلي الكيك خفيف وكيخليه هشيش وزوين وكيجي منفوخ وزوين. دابا غادي نجيب المول اللي دهناه من قبل بالزيت ورشه بالطحين. هانتوما البنات شوفوا، هو هذاك في القياس. صافي، هذا هو المول، تقدروا ديروه في اي مول بغيتو، يا هكا عادي اولا مثقوب من الوسط. انا بغيت نديرو هكا كيعجبني الكيك في هذا المول بحال هكا. صافي، غادي نهزو الجهه الفوق وغادي نخويو هذا الخليط ديال الكيك.
بسم الله. صافي هنا بعد ما درت الكيك في المول غادي ندخلو دابا للفرن، وما كيف كنقول لكم ما تحلوش على الكيك حتى تدوز نصف ساعه، ديك الساعه تقدروا تحلوا على الكيك اولا حتى تشموا الريحه ديالو، ديك الساعه كتعرفوا الكيك انه طاب تماما. دابا غادي نخليه تقريبا مده نصف ساعه، غادي نحل عليه غنقلبو كيغدو من الوسط، لقيتو باقي خضر غنرجعو، لقيتو طاب صافي غادي نشعل عليه كذلك من الفوق حتى يتحمر. طيب الكيكه ان شاء الله ونرجعو. بعد ما خرجت الكيكه من الفران ها نتوما شوفوها البنات رطبه، دابا غادي نفكها من نديمو ليها من المول. صافي هنا بعد ما تجي موليتها شوفوا البنات كيفاش كتجي طالعه وغير بيضه وحده. غادي ندهنها على عندي مربى ديال الفراوله، تقدروا تدهنوها بالعسل اولا بالنفاج اولا باي حاجه بغيتو، انا عندي غير مربى الفراوله، وتزيين كيبقى حسب الاختيار وحسب الذوق وحسب اللي توفر عندكم. صافي هكا بعد ما دهنتها غادي نرش هكا توفر ليا شويه ديال الكركار، كيف قلت لكم تقدروا ديروا غير الشوكولاته فيرميسين اولا الكوك اولا اللي توفر لكم على حسب المتوفر. انا توفر ليا هذا الكركار، هرمشتو هكا شويه صافي ودرتو هكا من الفوق. كان هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك ديال اليوم، كيك يومي وغير بيضه وحده. غادي نحلها معكم باش تشوفوا اولا نقطع معكم واحد الطريف باش تشوفوا كيفاش كتجي هذه الكيكه. صافي كيف كتشوفوا راه كتجي خفيفه وهشيشه ورائعه، شوفوا البنات كيفاش كتجي ها نتوما، كيك يومي وغير بيضه وحده وكيجي هكا منفوخ وزوين ورائع. كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم، بارطاجيوه مع الاصدقاء والحباب، تدعموني بلي لايك وبلي اشتراك وبالضغط على الجرس باش دائما يوصلكم جديد ديال القناه ديالي. فرجه ممتعه وان شاء الله الى فيديو اخر ووصفه اخرى، الى اللقاء ان شاء الله.